عبد السلام ودو عدو يوسف حاشي تمشي كورة عبد الكريم القيسي حاشي اختير هذه الكورة يوسف حاشي التوزيع هدف التعادل يوسف المختاري يوسف المختاري مسجل الهدف المغربي الوحيد في تاريخ المباريات النهائية لكأس أمم إفريقيا هدفه في مرمى تونس في نهائي الكان سنة 2004 جعل منه شاهدا على حقبة ذهبية للفريق الوطني الوجهة رونهايم الألمانية والهدف التعرف على جديد يوسف المختاري يتحصن الدولي المغربي السابق داخل أكاديمية موكي لكرة القدم المنشأة تسار على تكوين مئات اللاعبين ما ركمه يوسف من خبرة يضعها رهن إشارة نجوم الغد 2016 انا نبداو اكاديميه هنا في المانيا في فرانكفورت راونهايم مع خو وليد المختاري ونقدم مع بزاف الدراري الصغار جونيور وعندي بزاف لعابه انترناسيونال بزاف مغاربه تونس كاين بزاف لافريكا كاين بزاف الالمان والحمد لله عندي بلاصه عندي هنا جوج تيران غازو وعندي واحد تيران مع سينتيتيك رونهايم قطب رياضي يحتل مكانه متميزه في المانيا جغرافيا المدينه تجعل منها وجهه مفضله للممارسه عده انواع رياضيه تسهر عليها نوادي تمنح المنتخبات الالمانيه في مختلف الاصناف الرياضيه عشرات الابطال على مدار السنه يعمل يوسف على تدليل الصعاب أمام عدد من الناشئين يرون فيه قدوة وجب الاستفادة منها تضم الأكاديمية عدة وحدات تقنية وتتوفر على آخر المستلزمات في مجال التكوين ويسهر عليها طاقم محترف يشتغل تحت إمرة يوسف دابا عندي أكاديمية ديالي كاين بزاف 90% لعابة لعب في إينتراخت فرانكفورت دارمشتات أوفنباخ فيسبادن هي عندي لي كلوب بروفيسيونيل في الكلوب بحال فرانكفورت عندي 4 مون ترينينغ وواحد ماتش وواحد المره جاي معايا في الاكاديميه ديالي مع خو وليد المختاري وتريني انديفيدويل مع الدراري الصغار الدراري الكبار الشقيق الأصغر وليد المختاري أنهى مساره لاعبا لكرة القدم لكي يكون سندا لشقيقه والهدف هو أن تحظى الأكاديمية بالسمعة التي تستحقها وسط زخم كبير من المؤسسات التي تشتغل في مجال التكوين عندنا هنا في راونهايم في ألمانيا عندنا أكاديمية ديال الكرة وكنعلموا الدراري اللي محتاجين يلعب الكره مزيان ما حد يكون في المستقبل ديالو مزيان يلعبوا في فرقه كبار في اوروبا ولا اي دوله وكيجي هنا عندنا وكيتريني الحوايج اللي محتاجين ما حد يكون يلعبوا بروفيسيونال في هذا المستقبل ديالو يوسف المختاري مشروع مكون ناجح قد نراه يوما ما يصنع أفراح إحدى النوادي مدربا بعدما أنهى مسارا مشرفا كلاعب الدراري اللي كيعيش في أوروبا ولا في المغرب ولا أي دولة يخص سيكون عندهم الصبر في هذا الشيء اللي كيديروا في الكره يخص الصبر بزاف ويخص تريني 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 ويخص دائما خص عندهم واحد الطريق يمشيو جوج ترينينغ في الاينتراخت فرانكفورت ودابا عندي واحد في المانيا لعب في الاف سي نيونباك وكاين دراري صغار 9 سنين 8 سنين 10 سنين عندي كواليتي مزيان تالنت ماشي خصني نخدم جوج عامين ولا اربع سنين ونتمنى ان شاء الله نطلع الفوق ونلعب في جونيور المنتخب على جل عمري 15 عاما والعب في اف سي فيسبادن منذ 6 سنوات قدمت الى اكاديميه يوسف مختاري من اجل صقل موهبتي نحن هنا نتدرب بشكل مكثف فنيا ورياضيا بما في ذلك ركلات الجزاء لقد استمتعت حقا بهذا التدريب واتمنى مواصله ذلك أنا
هنا في أكاديمية يوسف مختاري لكرة القدم منذ سنة 2017. لعبت سابقا في إنتراخت فرانكفورت وحاليا ألعب في إف سي نورنبرغ. قبل شهر شاركت مع المنتخب الألماني في مواجهة منتخب تركيا، ودائما ما أقدم أفضل ما لدي. Geduld, es ergibt sich schon.